شكون اللي كيساعدك هاد لي كوشه زك اخويا؟ شنقول لك كشريك ركبوا الراس كشريك ركبوا الراس كاين الوالد مسكين دابا الدار هنا بزاف د الحوايج ما كنشوفهمش عندكم هنا الثلاجه على التلفازه على اخويا يوسف شنقول لك النهار اللي طحت الوالد الله يرحمه صافي بعت كلشي يعني فهمتي فلوس السبيطار ضروري الا ما عندكش فهاد البلاد راه تموت الا ما عندكش فهاد البلاد راه تموت فهمتي ولا لا؟ مسكينه اضطرات تبيع كلشي اش كانت كتاكل هي ديك الايامات ملي باعت هادشي اش كانت كتاكل هاديك السيده الله يسمع لنا منه وصافي مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديال بعض لطيف والابن ديالو زكريا اللي تنوي الرأي العام أكثر في الموضوع في الناس اللي ما تبعوش الفيديو الأول والفيديو الثاني. عبد لطيف إنسان طموح أعطى الله زوجة وليداته زكريا في لحظة من اللحظات تتوفى ليه الزوجة عنده حب كبير معها. هاد الوفاة تسببت أنه ما بقاش كيتكلم وفي خضم الموضوع جات المعاناة ديال زكريا أنه تشلل. عبد اللطيف داخت به الدنيا. وضعنا الفيديو الأول مغاربة كرماء ساعدوه بشكل كبير وضعنا الفيديو الثاني. الفيديو الثاني كان فيه شق مهم أنه العفة ديال زكريا ما قدرش يقول لنا في الفيديو الأول لكن في الفيديو الثاني صرح لي بالموضوع أنه مقبلين على التشرد يعني غيمشوا للشارع بورقة ديال مفوض قضائي اللي عندهم فيها الطرد في مبلغ ديال 2,70,000 ريال. المغاربة في المغرب وخارج المغرب لهم رأي آخر. جابوا خبر يتلج الصدر لهاد العائلة. هاد العائلة ما غتمشيش للشارع. تبعوا معايا بعض لطيف بكيتي ماشي مره ماشي جوج. وعليكم السلام. انا نعطيك السؤال وانت جاوبني بشويه عليك اللي ما قدرتيش تكملها معايا نشوفها مع زكريا. بديتي معايا وكتبكي عاوتاني. كان عندنا المشكل في الاخر ديال 2,70,000. اتصلت بيا قلتي لي عطوها لي الناس. انت اللي مزال انت اللي الله سبحانه وتعالى ناسب يخلف. وغيت نقول لك الناس كلهم بنات وراجل الله يخليهم اعطوني لا أقول لهم كلهم حاجة أخرى. أقول لك الملك الله يخليه لنا الله يخليه أمين الله يخليه لنا أمين الصحراء ديالنا الصحراء ديالنا الصحراء ديالنا كما بغاش كما بغاو كما بغاو الصحراء ديالنا. هذه الروح الوطنيه ديالك شيء جميل. وانت جد سعيد انت جد سعيد الله يطول عمرك انت جد سعيد انه الحمد لله داك المبلغ تجمع. مشاهدينا الكرام غادي نشوف بالتدقيق الموضوع مع زكريا وغادي نختم معاه. زكريا كل الشاغل هو داك المبلغ اللي كنتو في الطرد في شهر مغاربه. الحمد لله جمعوا لكم داك المبلغ وقدرتوا تسددوه نتوما في الامان. عاود لي شنو لك خويا يوسف؟ الحمد لله الحمد لله على التعاون ديال الناس الحمد لله. شنو لك حنا الحمد لله دابا مبقيناش في التشرد يعني غنخلصوا الكره ديالنا ان شاء الله. ولكن انا خويا يوسف ما نكذبش عليك كنتمنى من الله ما كرهت شي سفليه حيت خويا يوسف كنت معان بزاف. بحال دابا عندك ملي توفات الوالده في شهر جوج يعني مشيت الحمام شي 4 مرات. دابا جيت شي 3 شهور ما مدوش يعني ما كاينش العون ما كتلقاش اللي يعاونك والو. انت كتشوف اخويا يوسف الوالد عيان مريض ما يقدر يدير والو. واخويا شنقول لك لا اله الا الله وصافي. فهاد الموضوع اللي كتكني قول لي كاع المتطلبات اللي بغيتي زكريا. قلتي لي الحمام واخا اعطيني متطلبات شي حوايج اللي كتمنى انت. واخويا شنقول لك
مكرناش شي بنت الناس اللي توقف معانا، يعني انت كتشوف الوالد عيان، خاص شي بنت الناس اللي توقف معايا، فهمتي؟ وان شاء الله يكون شي مدخول باش تصرف على ديك السيده شيخ، وحنا كنتمنوا من الله الخير. يا ربي دير تاويل وصافي. دابا شكون اللي كيساعدك هاد الكوشه زك؟ واخويا شنقول لك، اكثر كنركبو راسي كاين الوالد مسكين، واخا كنمرق منو ما عندي ما ندير. المرض هو هذا الحمد لله وصافي، كاين با هو اللي كاين الساعة. واخا اشني انا دابا الدار هنا بزاف الحوايج ما كنشوفهمش، ما عندكم هنا لا الثلاجة لا التلفازة لا. اخويا يوسف شنقول لك، النهار اللي طحت الوالد الله يرحمه صافي بعت كلشي، يعني فهمتي فلوس السبيطار ضروري، الا ما عندكش في هاد البلاد راه تموت، فهمتي ولا لا؟ مسكينه اضطرات تبيع كلشي. اش كانت كتاكل هي ديك الايامات ملي باعت هادشي؟ اش كانت كتاكل هاديك السيد الله يسمع لنا منه وصافي، الله يرحمه هو السهلة، الله يرحمه هو السهلة. يعني هادو هما المتطلبات اللي بغيتي يا زكريا، الا عندك شي حاجه بغيتي تضيفها تفضل. واخويا يوسف اش غنطلب؟ راه هادشي اللي بغينا، ما نكذبش عليك، بغينا ان شاء الله تكون صحيحه ويكون شي مدخول ونديرو تحنا وليداتنا وتعيش معاك هاد العائله الحمد لله. هادشي اللي باغين، ما باغين والو اخويا يوسف. الله يفرج عليك يا رب. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف الكلمه الاخيره سي عبد اللطيف. سي عبد اللطيف بشويه عليك، قول لي اللي بغيتي. انا جد فرح معكم، شي ملي ما غاتشوفش الزنقه الحمد لله، انا فرحت ومغاربه كلهم غادي يفرح. انت لهنا كبير، انت كل كل شيء، انت كل كل اسمه كلين كل كل شيء. انا كوا مشاهدينا الكرام، كلام يثلج الصدر، وهذا ما نتمناه صراحة، لأنه متتبعين مشكورين كيعرفوا أنني كنتناول الملف الأول وكنكون تتبع باش نعرفوا حيتية القضية من الأول ديالها حتى الآخر ديالها. المغاربة لهم الشكر الجزيل صراحة في المغرب وخارج المغرب، كيتصلوا بزكريا سددوا لهم ذاك المبلغ، الحمد لله هم الآن في الأمان. بعض الأشياء اللي طرح زكريا اللي هو مسكين كيتألم، الأمنية ديالو في بنت الناس اللي تساعده في ظروف الحياة، لأنه هو لازال له الطموح أنه يتشافى بطبيعة الحال، وكذلك بعض المستلزمات البسيطة. غادي نوضع مرة أخرى رقم الهاتف ديال هاد العائلة، والله عز وجل هو اللي كيخلص الجميع. مشاهدينا الكرام، أبو عبد اللطيف أروع إنسان، الحب الشديد للزوجة ديالو كان هو السبب اللي خلاه تغير عنده الدنيا بما هو إيجابي لما هو سلبي، ولكن يد الله مع الجماعة. المغاربة لهم رأي آخر، وهذا شيء يفرح صراحة. مشاهدينا الكرام، عنده شيء إضافة؟ عيش الملك الله يخليه، خليه لينا. مشاهدينا الكرام، سوف أبقى مستمر على الملف وسوف أوافيكم دائما بجديد. الأمنية ديالو يمشي للحمام، وبعد المستلزمات إلى وفقني الله عز وجل سوف أساعد وفق ما أستطيع بجد الله عز وجل ودعم المغاربة. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.